تفضل يا شيخ. حالة الطلاب عند الشيخ. أيوة. إنه منهم أو لابد أن تعمل له عملا. أيوة. مثلا في وقت الخريف هناك زراعة في الحقول. نعم. فيذهب الطلبة إلى المزارع له، إلى بعض المزارع له. نعم. يزرعون له، يعملون له في هالعمل. ما شاء الله. في وقت الخريف. نعم. رأيته؟ وقت الخريف ووقت الأمطار. أي وقت الأمطار. نعم. لأنه هو ما يأخذ منهم شيئا. نعم. يعني فلوس كذا. لكن يساعد الشيخ. أيوه يساعد الشيخ. من البر. كان هذا مما يفعلونه. يزرعون الأرز يا شيخ؟ الأرز في نعم. نعم. هناك الأرز يزرع، وهناك الذرة. نعم. هناك الدخن. رأيته؟ هناك إيش؟ الفول كما يقال، الفستق، ما ادري كذا. ما شاء الله. هذه موجوده يزرعونها. نعم. ثلاث خيرات في ولده في وقت الخريف. نعم في وقت الامطار. كان يزرعون له هذا. ما شاء الله. فكنت تجد الطلبه او تجد كل من الطلبه قد يقدم للشيخ عملا. نعم. عملاً. لكن الشيخ لما وصلت ما امرني بمثل هذه الاعمال. سبحان الله. فرغني للطلب والله. سبحان الله. ولذلك استطعت ان انقل الان اكتب هذه الاشياء. تكتب هذه الكتب. هذه الكتب. رايت؟ فرغني للطلب. ثم بعدما قرات عده كتب كان له اولاد. هؤلاء متقدمون في العلم، يعتبرون من اقوى الطلبه. أي ما شاء الله. أقوى طلبة جميعا. نعم. نعم. وأحسنهم في التحصيل. ما شاء الله. رأيته؟ نعم. فهؤلاء ضمني إلى بعض هؤلاء من أولاده. نعم. أقرأ الكتاب الذي يقرؤونه، مجموعة من الأولاد كانوا يقرؤون في كتب، فضمني إليهم. ما شاء الله. هذا اختصار أيضا للوقت. نعم. نعم. فقرأنا مما قرأته معهم كتاب في علم القضاء، تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لأبي بكر ابن عاصم الغرناطي، هكذا الأندلسي. نعم. المالكي، لعله صاحب مرتقى الوصول. نعم. إلى علم الأصول. نعم. ما شاء الله. رأيت؟ هذا من الكتب التي ضمني مع أولاده في قراءته. رأيت؟ وهكذا إلى أن هذا مضى مدة كذا وأنا هنالك، وجاءتنا فتوى بعدما انتهينا من قراءة هذا الكتاب الأخير مع هؤلاء في القضاء أراد أن ندخل أو أن أقرأ معهم مراقي السعود، لكن في هذه الحالة أو في هذا الوقت صادف رجوعي، أو اتفق أني رجعت، لأني كنت رجعت لأستعد للمجيء إلى المدينة. ما شاء الله. بسبب فتوى للشيخ الأمين من هنا، كان قد أفتى به في صحة الصلاة في الطائرة. هذه الفتوى وصل إلى شيخنا هنالك، فلما قرأ الفتوى قال لنا هذه الفتوى غاية في موضوعها، والذي أفتى بهذه الفتوى أهل لأن يؤخذ عنه العلم، وهو لم يرى الشيخ الأمين. الشيخ الأمين الشنقيط صاحب الأضواء. نعم. نعم. لم يره. يعني هذه الفتوى هي السبب. خلينا نعيدها. الرحلة. أتحرك. أيوة. نعيدها مرة ثانية. نعم. طيب.